أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ما وراء الحدث. نخصص الجزء الأول من حلقة اليوم للتنمية البحرية كرافعة للتنمية بالأقاليم الجنوبية والإشعاع المغربي بإفريقيا، على أن نخصص الجزء الثاني للاستراتيجية المغربية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19. في الجزء الأول يشارك معنا اليوم الدكتور ميلود لوكيلي، وهو أستاذ قانون البحار بجامعة محمد الخامس برباط، على أن ينضم إلينا لاحقا الأستاذ إدريس الفينا رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية. أهلا بكما ضيفين كريمين. أبدأ معكما الدكتور ميلود لوكيلي، أرجوك أن تضعنا في معنى التنمية البحرية لأننا غير متعودين تماما على هذا المصطلح. أولا مساء الخير، وأحيي من خلالك جميع مشاهدين هذه القناة العزيزة. سعداء بك دكتور. ونحن في غمرة الاحتفالات ب شكرا. نحن في غمرة الاحتفالات بهذا العيد المجيد، عيد المسيرة الخضراء الذي شهد كل سنة طلوعا طلعة لعاهل البلاد في خطاب هام يطبعه هذه السنة، الجانب البحري والنكهة البحرية. وأنا شخصيا كرجل البحر أستبشر خيرا، وأجد نفسي سعيدا جدا للتركيز السامي على البعد البحري للتنمية الاقتصادية ببلادنا وخصوصا بمناطقنا الجنوبية. المغرب، وهذا أكد عليه جلالة الملك، المغرب يتميز بتموقع جيوستراتيجي مهم جدا، ذلك أنه يطل كما يعلم الكل على البحر الأبيض المتوسط في الشمال والمحيط الأطلسي في الغرب، ويتاخم مضيقا من أهم المضايق. وبالتالي فبدون مبالغة يمكن أن نجزم بأن المغرب قوة بحرية ودولة بحرية بامتياز. وهذا التموقع الجيوستراتيجي يجعل المغرب يعطي أهمية قصوى البحر وثرواته، خصوصا في أقاليمنا الجنوبية. فلا تنمية ترابية بدون إدماج البعد البحري، ولا سيادة كما أشار جلالة الملك، لا سيادة على التراب الوطني بدون السيادة على البحر وعلى المجالات البحرية. هذه المجالات البحرية التي منذ أن أنشأ المغرب منطقة اقتصادية خالصة عرضها 370 كيلومتر تقريبا في البحر، مكنت من المغرب أن تكون له مساحة ويكون له مجال وتراب بحري يتعدى المجال التراب على اليابسة. وبالتالي فإن هذه المجالات تحتوي على ثروات هائلة، سواء تعلق الأمر بالثروات الحية أي المصايد، أو الثروات الغير الحية كالهيدروكربونات والمواد المعدنية الأخرى، أو الثروات أو الطاقات المتجددة التي تزخر بها هذه المناطق. وبالتالي ففي المنظور وفي الرؤى الملكية فإن المجالات البحرية المقابلة للصحراء المغربية تزخر بهذه الثروات. طيب. وجلالة الملك يؤكد على أن تسخر هذه الثروات لتنمية الأقاليم الجنوبية وساكنتها، حتى تكون رافعة للنموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم. طيب الأستاذ إدريس الفينا، ما أهمية توسيع السلطة القانونية للمغرب على الأقاليم الجنوبية؟
طبيعة الحال عملية توسيع السلطة القانونية على الأقاليم الجنوبية وخصوصا على المجال البحري يعطي للاستثمارات خصوصا الخارجية يعني نظرة واضحة، لأن كما تعلمون الاستثمار الخارجي عادة يتطلب وضوح في الرؤية القانونية، ولهذا فهذا العمل الكبير الذي قام به المغرب لتوضيح مجاله البحري سيكون له آثار كبيرة على الاستثمارات الكبرى التي ستأتي لهذه المنطقة، سواء الاستثمارات التي ستكون على المنطقة القارة الأرضية يعني المجال الأرضي أو على مستوى الشواطئ أو داخل البحر كالاستكشافات النفطية مثلا. كل هذا يتطلب وضوح في يعني على المستوى القانوني، وطبيعة الحال كل ما تم يعني الإعلان عنه من توجيهات جديدة على مستوى النموذج التنموي لأقاليم الجنوب يتطلب هذا الأمر، لأن المنظور هو منظور كبير يعني يتمثل في أولا تطوير ما يسمى بالاقتصاد الأزرق، ونعلم بأن هذا الاقتصاد المرتبط بالبحر وكل ما هو يعني منتجات بحرية هو مجال كبير سيعطي زخم كبير للتنمية على مستوى أقاليم الجنوب. فالاقتصاد الأزرق يشمل إضافة إلى يعني الاستثمار في الصيد البحري، سيشمل كذلك كل ما هو ارتباط بالاستثمارات يعني المرتبطة بالبحر ك مثلا الاكواكولتور يعني الانتاج الصناعي للبحر، وكل ما هو مرتبط بالسياحة الشاطئية والتوريزم دو كروزيير، وكل هذه المسائل بطبيعة الحال هي مرتبطة بهذا الاقتصاد الأزرق، بارتباط كذلك مع توضيح يعني المجال القانوني للأقاليم الجنوبية. لا ننسى الميناء الأطلسي الكبير للدخلة، وهو ميناء الذي يعني سيكون فريد من نوعه لأنه سيكون داخل البحر وليس على يعني على اليابسة مباشرة، سيكون يعني ميناء متميزا داخل المجال البحري، وبطبيعة الحال هذا الأمر يتطلب وضوح قانوني للمجال البحري المغربي لكي يعني يكون هذا الاستثمار يعني له قاعدة قانونية صلبة. طيب ننقل هذا السؤال إلى الدكتور ميلود لوكيلي، أرجوك أن تضعنا في صورة هذه الحدود التي يتحدث عنها الأستاذ إدريس الفينا، وماذا عن التداخلات التي يمكن أن تحدث؟ تذكر معي وزير الخارجية كان قد تحدث على أن السيادة المغربية ثابتة لكنه مستعد كذلك للتفاوض. دكتور لوكيلي، هو لابد من التأكيد على واحد المبدأ قار في التعامل المغرب مع المجموعة الدولية والدول والشعوب. هذا المبدأ هو احترام القانون الدولي واحترام الأعراف الدولية، فالمغرب ساهم مساهمة فعلية في إرساء قواعد القانون الدولي للبحار الذي ينظم الوضع القانوني للمجالات البحرية. هذه المجالات البحرية التي تصنف إلى عدة أصناف، كلما غادرنا اليابسة وتوجهنا صوب البحر إلا وتقلصت السيادة الوطنية، ولذلك نرى أن بالنسبة للمغرب مثلا فالسيادة الوطنية القحة هذه السيادة تضم خصوصا ما يسمى بالمياه الإقليمية التي لا يتعدى عرضها 12 ميل بحري، وكل ميل بحري يساوي تقريبا كيلومترين، وبالتالي في داخل هذه المنطقة المياه الإقليمية للدولة المغربية، فالمغرب يمارس سيادته الكاملة
بالاعتراف بطبيعة الحال للبواخر الأجنبية للمرور، ما يسمى بالمرور البريء. وما وراء هذه المنطقة هنالك منطقة أخرى تسمى المنطقة المتاخمة التي يمارس عليها المغرب سلطات محددة وصلاحيات محددة فيما يتعلق مثلا بمراقبة البواخر والسفن الأجنبية في كل ما يتعلق بقوانين المغرب المالية والضرائبية والقوانين الصحية والقوانين المتعلقة بالريفوجي. والمنطقة الثالثة وهي المنطقة المهمة جدا هي ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يتوفر عليها المغرب والتي بموجبها منذ أن أسسها وتم مؤخرا المصادقة بصفة واضحة وناصعة على مداها وعلى نظامها القانوني في هذه السنة بموجب قانون تم اعتماده في البرلمان. هذه المنطقة تخول للمغربي صلاحيات كبرى فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الثروات الحية والغير الحية داخل مجال لا يتعدى 370 كيلومتر كما أسلفت. وبالتالي هذه المنطقة تعطي للمغرب مجالا بحريا واسعا يتعدى 1,100,000 أو 1,200,000 كيلومتر مربع، أي أكثر من التراب اليابسة. إذن هذه المناطق هي مهمة جدا. وما وراء هذه المنطقة هي أعالي البحار، والمغرب هنا المغرب تموقعه الجغرافي يجعل بلدنا يحتوي كذلك على ما يسمى بالجرف القاري، أي ذلك الامتداد نتاع اليابسة صوب البحر وتحت البحر إلى مدى يتعدى 200 ميل بحر، وقد يتعدى هذه المسافة إلى مسافة تصل إلى 350 ميل بحري ابتداء من الشاطئ أو ابتداء من ما يسمى بالمناطق لين دو باز. فإذا هنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق. طيب المغرب دولة بحرية. واضح تمام. طيب ما هي الأهمية الاقتصادية؟ نعم. أستاذ فينا لهذه المناطق التي تتحدث عنها الدكتور لوكيلي. بطبيعة الحال هذه المناطق خصوصا المجال الاقتصادي كما جاء على كلمة الأستاذ هو مجال استراتيجي كبير. نعم. ويعطي إمكانيات اقتصادية كبيرة يعني للمغرب. مثل ماذا؟ يعني تحدثنا عن هذه الإمكانيات الاقتصادية. هناك أولا الآن يعني الشركات الكبرى تبحث الاكتشافات الغازية والبترولية تكون يعني هذه المناطق هذا النوع من المناطق غنية بها، إضافة إلى الصيد البحري في أعالي البحار اللي هو مهم جدا، ثم كل حركة الاقتصادية التي يمكن أن تمر عبر هذه المناطق، وكذلك الاستغلال القريب يعني المناطق القريبة للشواطئ في يعني مشاريع ثابتة كما قلت. ميناء الداخلة الأطلسي سيكون ميناء داخل المنطقة البحرية. إذن الاستثمارات التي تتطلب يعني استغلال المياه ستكون لها قاعدة قانونية. طيب. واضحة، وبالتالي فالمغرب يعني ستكون له إمكانيات كبيرة لاستغلال مجال بحري جد كبير جدا. طيب ما أعود مرة أخرى للدكتور لوكيلي، أرجوك دكتور أن تحدثنا فيما يخص النزاعات التي يمكن أن تطرأ أو لنسميها المفاوضات، على أي أساس تتم التفاهمات فيما يتعلق بهذا التقسيم البحري؟ نعم، الموقف المغرب هو موقف ثابت. نعم. عبر عنه أكثر من مرة، وأكد عليه جلالة الملك في خطابه بمناسبة عيد المسيرة الخضراء المدفرة.
هذا الموقف يتجلى في المحافظة على حقوقه المشروعة في المناطق الخاضعة لسيادته أو ولايته أو وصايته، مثل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وبالتالي فالمغرب يتشبث بمبدأ السيادة على الثروات المتواجدة في هذه المناطق. ولكن في نفس الوقت المغرب كما كانت هي عقيدته وهو مذهبه في العلاقات بين الدول، فإنه يمد اليد لجيرانه وخصوصا لجارته إسبانيا فيما يتعلق بالتشاور والتفاوض وإيجاد حل توافقي في حالة ما إذا كان هنالك نوع من التشابك أو التداخل بين، لا ماشي سوء تفاهم، تداخل أو التشابك في المجالات بين المجالين المغربي والإسباني، خصوصا في الجنوب قبالة السواحل المغربية الصحراوية، أي في مواجهة أرخبيل الخالدات الجزر الخضراء الذي كما يعرف الكل الخالدات الذي يخضع للسيادة الإسبانية. هناك تداخلات كبيرة دكتور لوكيلي دائما أم لا؟ ولا زال هنالك تداخلات، ولكن المغرب يؤمن بلغة الحوار ولغة التشاور ولغة هل يجري التفاوض بين الطرفين فقط؟ أولا وهو نعم بين الطرفين دائما النزاع حينما ينشب بين الطرفين أو حينما يكون هنا خلاف، إذا ما كانش نزاع الحمد لله كان خلاف ربما في وجهات النظر بين فيما يتعلق بالتحديدات بين المغرب وإسبانيا، والطرفان المغرب وإسبانيا هما الآن مطالبان، والمغرب مستعد كامل الاستعداد وأظن أن إسبانيا كذلك مستعد، الطرفان مستعدان لفتح النقاش والحوار حول هذه الملفات، لأن فضيلة الحوار هي التي يمكن أن نصل من خلالها إلى السلم والأمن والتوافق بين والتفاهم بين الدولتين الصديقتين إن لم أقل الشقيقتين. واضح الدكتور، المجالات البحرية ليست هي مجالات للخلاف بل هي مجالات للتوافق بين المصالح الدولتين الصديقتين. طيب هذا التوافق أستاذ دريس الفينا كيف سينعكس على العلاقات الاقتصادية البينية؟ الجارة الإسبانية لها علاقات يعني وطيدة مع المغرب على مستوى المبادلات التجارية، فهي في السنوات الأخيرة أصبحت الشريك الاقتصادي الأول للمغرب على مستوى المبادلات التجارية، كما أن الاستثمارات الخارجية لإسبانيا في المغرب هي تحتل مكانة كبيرة، إضافة إلى القرب الجغرافي، فجل يعني حركات النقل في اتجاه أوروبا للسلع المغربية التي تمر يعني عبر الموانئ خصوصا ميناء طنجة المتوسط تمر عبر إسبانيا. إذن فالعلاقات المغربية الإسبانية هي علاقات يعني تدخل في إطار الشراكات الاستراتيجية، وبالتالي ف أعتقد بأن الجار الإسباني سيكون يعني في استعداد كامل لإيجاد حلول متفق بشأنها بخصوص يعني نقاط الخلاف المرتبطة بتحديد المجال البحري المغربي. كما نعلم إسبانيا توفر على مجموعة من الجزر سواء في الشمال أو في المنطقة المتاخمة للأقاليم الجنوبية، ولا أعتقد يعني في ما يسمى في القانون الدولي أو الأمثلة الدولية يعني من هذا النوع يعني كثيرة، وبالتالي يمكن إيجاد حلول على غرار ما تم إيجاده على مستوى دول أخرى.
شكرا جزيلا لك الدكتور دريس الفينا على كل هذه المعلومات. الشكر موصول كذلك للدكتور ميلود لوكيلي. ننتقل مشاهدينا إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج، والذي نخصصه للاستراتيجية المغربية للتلقيح ضد كوفيد-19، حيث ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي برباط جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. ويندرج هذا الاجتماع في إطار تتبع العاهل المغربي لتطور الجائحة والتدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشارها وحماية حياة وصحة المواطنين. وخلال هذا الاجتماع، وبناء على رأي صادر عن اللجنة الوطنية العلمية ذات الصلة، والذي يشير إلى أن حملة التلقيح تشكل ردا حقيقيا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة، ووفاء للمقاربة الملكية الاستباقية المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة. هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشائه. فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة والتي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها. وهكذا فإن هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين، وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة في العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن، والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئة الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة. وتمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود بلقاح ضد كوفيد-19 بفضل المبادرة والانخراط الشخصي لصاحب الجلالة، اللذان مكنا من المشاركة الناجحة للمغرب في هذا الإطار في التجارب السريرية. وهكذا أعطى الملك محمد السادس توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجستيكي أو التقني. كما تم تسليط الضوء بالخصوص على الولوجية للقاح في إطار اجتماع وتضامني وتوفيره بكميات كافية، وكذا على اللوجستيك الطبي للنقل والتخزين وإدارة اللقاح على كافة التراب الوطني، ووضع نظام ناجع للتسجيل القبلي للمستفيدين. وبهذا الصدد دعا العاهل المغربي إلى تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، سيما العاملين بقطاع الصحة والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا الدعم الضروري للقوات المسلحة الملكية وفقا للمهام المنوطة بها من طرف العاهل المغربي القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في إطار محاربة كوفيد-19، وبإطلاق هذه العملية واسعة النطاق وعمل الإيمان والرجاء في أن يشمل الله عز وجل برحمته كل البشرية، وأن يرفع هذا البلاء من خلال التلقيح. تم إعطاء التوجيهات الملكية قصد مضاعفة الحيطة في تدبير الجائحة والحفاظ على قدرات الحيطة العلمية من أجل تحيين منتظم للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال على ضوء المستجدات والوقائع الميدانية. ولمناقشة محاور هذا العدد، يسعدنا كثيرا أن نستضيف البروفيسور عبد الفتاح شكيب، أستاذ الأمراض التعفنية بكلية الطب بالدار البيضاء، على أن يكون معنا لاحقا الدكتور طيب الحمضي، طبيب وباحث في السياسات والأنظمة الصحية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معكم بروفيسور عبد الفتاح شكيب، هذا البلاغ يعني أن وصول لقاح بات وشيكا؟ أولا شكرا. فعلا المغرب قام بدراسة بالنسبة لهذا اللقاح. هذه الدراسة لمت 600 ديال المواطنين المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه الدراسة، وأثبتت هذه الدراسة بأن اللقاح ليس له مفعول جانبي، وأنه يؤدي إلى خلق أجسام مضادة، يعني أنه يحمي الإنسان من الكورونا. وفعلا الوزارة الصحة تتهيأ لاستقبال عدد كبير من اللقاحات من نوع هذا اللقاح اللي كان يستعمل، اللقاح عند المواطنين المغاربة.
هذا اللقاح يستورد هل من الصين؟ لأننا تحدثنا عن تجارب صينية، تجارب سريرية شارك فيها المغرب. تماما، هذا اللقاح هو اللقاح الصيني الذي استعملناه في الدراسة التي أشرت إليها. طيب، هل لديكم معلومات عن كيف سيتمكن المغرب من توفير هذا اللقاح؟ هل سيكون في الأول مثلا في المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة؟ كيف ستكون هذه الاستراتيجية، خطواتها، إن كانت لديكم المعلومات؟ لا، ليس لدي معلومة دقيقة، بالنسبة لأن وزارة الصحة تقوم بإتمام الاستراتيجية ديال التلقيح، يعني إتمام بعيد ديال هذه الاستراتيجية، ولكن ليس لدي معلومات هل سيكون حتى مثلا في الصيدليات أو في حتى في المراكز. في الغالب التلقيح بالأول سيكون في المراكز الصحية وفي المستشفيات. ستخضع لهذا التلقيح بروفيسور شكيب؟ أنت من الكوادر الطبية كذلك. تماما، أنا الحالة ديالي أن اليوم في الحجر الصحي الطبي، لأنني كنت من المخالطين، وسكانير بين بأن عندي الكوفيد، فنشوف إلى إن شاء الله من بعد إذا درت الأجسام المضادة ما غنكونش محتاج للتلقيح، ولكن إذا ما درتش الأجسام المضادة فغادي ندير التلقيح. نتمنى لك الشفاء العاجل. يعطيك شكرا. باش نعطيك مثال آخر، عندما دخلت التلقيح ديال التهاب الكبدي باء في المغرب في 1984، أنا أول كنت من الأوائل اللي درت التلقيح، ودرته حتى من بعد في 2005 دخل واحد النوع ثاني من التلقيح، فالتلقيح لا يشكل بالنسبة لي أي مشكل، لأنه كيحميني، وعندي تجربة بالنسبة للمرضى اللي كنشوفهم لحماية عدد كبير من الناس. كنتكلم على التلقيح بالنسبة لأمراض أخرى، وهذا التلقيح شاركت في هذه الدراسة اللي دارت عند 600 ديال المواطنين، شاركت بالنسبة للمواطنين اللي كانوا في مدينة الدار البيضاء، كانت الدراسة تحت رئاسة الأستاذ مرحوم الفيلاني اللي هو رئيس مجلس مصلحة الأمراض المعدية، وكان نفس الدراسة دارت في المستشفى الجامعي ديال ابن سينا والمستشفى العسكري، وفي جميع ثلاث المراكز لم يثبت ان احدا من الناس الذين لقحوا كانت له مضاعفات، يعني كاين مضاعفات خفيفه سواء ارتفاع طفيف في درجه الحراره او حمرار في بلاصه ديال التلقيح، ولكن ما لاحظنا حتى شي مضاعفات اللي غادي تقول بانه ما خصش الانسان يدير التلقيح ولا خاصو يخاف من هذا التلقيح هذا. طيب، انتقل الى الدكتور طيب الحمدي. تسمعوني دكتور؟ نعم، وي اسمع جيد. طيب، اليوم قرأنا هذا البلاغ واعطانا جرعة امل كبيرة، وكأننا نقترب من نهاية الكابوس، لا اعرف كيف تلقيته انت؟ في الواقع هذا خبر جيد في بحر من الاسابيع السيئة متلاطمة. خبر متلاطمة مع الأسف، يعني أمامنا وضعية سيئة وأسابيع صعبة. هذا الخبر هو جيد جدا ومفرح، وكيعطي أمل باش نتحكموا بإذن الله. طبعا غادي نستمروا في الإجراءات والاحترازات ديالنا، ولكن الوصول ديال التلقيح، الوصول لمرحلة ديال التلقيح، كيعطينا واحد الانفراجة كبيرة جدا باش يمكن لنا نواجه المستقبل باطمئنان. طيب، أعود إلى البروفيسور عبد الفتاح شكيب. كل يوم بروفيسور نحن نضع أيدينا على قلوبنا، لأننا نتوقع ارتفاع في هذه الإصابات، ارتفاع في عدد الوفيات، نتمنى الرحمة لمن توفي وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان. هذا البلاغ ربما يبشر كذلك بنهاية كابوس عشناه لتقريب 10 شهور أو أكثر الآن بروفيسور. تماما، لأن سواء في المغرب أو في جميع الدول في العالم لا يوجد لحد اليوم أي شيء يمكن أن يحد من هذه الجائحة إلى التلقيح. نعم، شفنا أولا العواقب الاقتصادية
كانت كبيره جدا سواء في المغرب او سواء في جميع الدول في العالم، والعواقب النفسيه والعدد ديال الموتى. احنا مثلا في بالنسبه للاطباء تقريبا كل اسبوع كيموت طبيب، هذا شيء يعني مؤلم جدا وغادي يخلق واحد المشكل كبير بالنسبه للطاقات الطبيه في المغرب. ومع وكاين مشكل اخر، المشكل الرابع هو المشكل ديال التعليم. فاذا ما كاينش التلقيح، الى رجعنا للحجر الصحي، فغادي يخلق واحد المشكل كبير كبير جدا بالنسبه سواء للتلاميذ او الطلبه. فالتلقيح كيبقى هنا واحد الحاجه اللي مهمه، وواحد الخبر اللي انا بالنسبه لي مفرح جدا، لان الى ساعدنا باش نرجعوا الحياه العاديه ديالنا غنكونوا اكثر من مسرورين. طيب انتقل الى الدكتور طيب الحمدي. دكتور، اليوم ربما يوم السعد بالنسبة إلينا، استمعنا إلى هذا البلاغ وقرأناه، وكذلك هناك أخبار سارة أتت من فايزر وبيونتك اللتان تتحدثان عن وجود كذلك لقاح فعال بنسبة 90%. هل هذا يعني أننا اقتربنا من ساعة الفرج، وأنه فعلا أصبحنا قريبين من نهاية هذا الكابوس؟ فعلا هذا كيقربنا اكثر فاكثر من درجه من التحكم، من التحكم في الوباء. خصنا نعرفوا بانه ملي غادي يبدا التلقيح غادي يطلب واحد الشهور باش يمكن لنا نخلقوا هذيك المناعه الجماعيه داخل المجتمع. بحال اللي قلتوا غادي يبدا التلقيح ونعطيو بعض المعلومات عليه، راه تفضل بها البروفيسور شكيب على انه يعني الدراسات السريريه بعد بالنسبه للقاح الصيني اللي جرات في المغرب اكدت على واحد الامان ديال التلقيح. بعض يعني المضاعفات البسيطه جدا واللي عاديه في التلقيح، الالم ديال في بلاصه الحقنه، شويه ديال السخانه، شويه ديال الم الراس، غير ذلك ما كاين حتى شي اشكال. كذلك بالنسبه للفعاليه ديالو، ما نساوش بهذا اللقاح الصيني خصنا نعطيو معلومات انه غادي يكونوا فيه جوج الحقنات، كيخص الانسان ياخذ الحقنه الاولى ومن بعد واحد ثلاثه الاسابيع كياخذ الحقنه الثانيه. باللي هذا اللقاح الان راه مئات الالاف في الصين تلقحوا ديجا بهذا اللقاح هذا في الامارات العربيه المتحده، في الارجنتين. فاذا اللقاح عنده واحد الفعاليه، عنده واحد الدرجه كبيره من الامان، ولهذا المغرب بدا في اللوجيستيك ديالو كيوجد درجه كبيره من الامان. هل تعرف النسبه المئويه؟ مع خص النسبه المئويه تعطيها المختبر من بعد ما تكون تجميع ديال جميع مراكز في العالم. خصنا نعرفوا بانه في التلقيحات كاين واحد لوتوريزاسيون، واحد الاستعجاليه ديال الاستعجال اللي كتعطى، يعني اللي كتكون حيت الدراسات ما كنتسناوش حتى كتنتهي، عاد كيقراوها الخبراء واللجان العلميه، كتقرا كل ما كتنزل النتائج شويه بشويه كتكون كتقرا وكتطالع عليها. وغادي يكونوا في مشايف اللقاح الصيني غادي يكون واحد العدد من اللقاحات اللي غادي تعطاهم واحد الدرجه ديال تعطاهم واحد لوتوريزاسيون ديورجونس ديال الاستعمال ديالها. هاد المعطيات النهائيه غادي تكون في الاسابيع المقبله، على ما غادي نكونوا يكون تكون بلادنا حتى هي حضرات نفوسها واللوجيستيك ديالها من اجل التلقيح. طيب بحال اللي قلتي كذلك حتى 90% ديال اللقاح الصيني، اللقاح فايزر اللي تعلن اليوم على انه عنده واحد درجه الفعاليه 90%، وخبر جيد جدا. لانه ما ننساوش بان منظمه الصحه العالميه الاف دي اي الامريكيه والسلطات الصحيه في العالم كانوا كيقولوا باللي احنا ما غادي نعطيو شي ترخيص الا كان شي تلقيح اللي ما عندوش من 50% فما فوق ديال النجاح. النجاح ديال الفعاليه ب 90% ديال فايزر هذا كيعطي واحد الامل كبير جدا في انه ما ننساوش بان بلادنا كذلك حتى هي راه في مفاوضات مع فايزر باش تاخذ التلقيح من عندها. فإذا نحن أمام، لكي نشرح فقط إذا تفضلت دكتور حمضي، إذا عندما نتحدث عن حملة تلقيحية في تجارب سريرية، قد يفهم البعض أن الأمر يتعلق فقط باللقاح الصيني. أنت تقول الآن أن المفاوضات كذلك موجودة، يمكن أن تتوسع الاختيارات المتعلقة باللقاحات، هذا ما تقصد دكتور؟ المغرب الان عنده، نعم نعم نعم، هذا هو بالضبط المقصود. المغرب الان عنده واحد دير واحد استراتيجيه ديال التلقيح ما مبنياش فقط على اللقاح الصيني اللي غادي تجي منه كميه مهمه جدا كان ان شاء الله في شهر دجنبير، كميه كبيره اللي يمكن تلقح 5 مليون ديال المغاربه. ما ننساوش بان خصنا جوج ديال لي دوز، دونك 10 مليون ديال لي دوز ممكن تكون في شهر دجنبير بجهد الله. كاين كذلك الاتفاق وقع
مع أسترازينيكا ربما فيها 17 مليون دوز ديال 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 اللقاح و3 مليون احتياطية، فايزر كذلك معها مناقشات، جونسون اند جونسون معها مناقشات. جونسون اند جونسون الخاصية ديال اللقاح ديالها انه غادي يطلب غير حقنة واحدة ماشي جوج لقاح. فاذا المغرب ما بانيش بني استراتيجية ديالو ديال التلقيح على عدة لقاحات، منها طبعا اللقاح الصيني اللي اليوم كيتبت الفعاليه ديالو كيتبت الامان ديالو لان احنا شاركنا فيه في الدراسات. وهنا خصنا يعني واحد الامتنان والشكر لجلاله الملك لانه في الواقع هو مشرف مباشر وتدخل شخصي باش يكون المغرب في الدراسات السريريه، باش يكون المغرب من الدول الاوائل اللي كيحصلوا على 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 هذا اللقاح. وهذا شيء مهم جدا بالنسبه لبلادنا اللي مع الاسف المنظومه الصحيه بدات كتعمر والقدره ديالها بقات كتقلص. فاذا غادي يجي هذا اللقاح هذا في الوقت ديالو باش ينفس علينا وينفس على المنظومه الصحيه ديالنا ويخلي المدرسه المغربيه مفتوحه ويخلي الاقتصاد المغربي مفتوح ويخلينا نستمروا في التلقيح بنفس الاحتياطات الى حتى يتم القضاء على الوباء. طيب اعود البروفيسور شكيب. بروفيسور، هذا الكلام علينا ان ناخذه كذلك بمحمل الجد، ولكن بالمقابل اللقاح غير موجود اليوم. اعرف ان لكم مكانه كبيره عند المغاربه، كنتم رفيقا لنا طيله هذه الشهور الماضيه بروفيسور ونحن نشكركم على ذلك، ولكن نريد ان نوجه رساله كذلك ان اللقاح غير موجود اليوم وعلينا ان نلتزم بالحيطه والحذر ونحترم الاجراءات اللازمه من اجل ان نصل الى بر الامان كلنا مع بعض. تماما، واشكرك جزيل الشكر على هذه الملاحظه، لاننا سوف نكون في بر الامان عندما يكون اكثر من 50% من المغاربه خاضوا الجرعات الثانيه. يعني ربما نقدر نقولوا بان سوف نكون في بر الامان في اخر دجنبير. فمن اليوم حتى لاخر دجنبير رحنا باقين في الجائحه وباقين في العدوى وباقين في الفيروس كيدور بيناتنا وباقين في ارتفاع ديال العدد ديال الحالات، ولا سيما كما كنشوفوا سواء في المغرب او لا في اوروبا او لا في امريكا، في جميع الدول في العالم كاين واحد الارتفاع مهول ديال العدد ديال الحالات والعدد ديال الحالات الحرجه والعدد ديال الوفيات. فخاص المغاربه يبقاو بنفس الالتزام، التزام بالتدابير الوقائيه، استعمال الكمامات والتباعد الجسدي. وهذه من ناحيه، من ناحيه اخرى غسل اليدين او تعقيم اليدين، حتى يكونوا تقريبا 50% ديال المغاربه خاضوا التلقيح. هذا ماشي يمكننا نقولوا بان راه غادي نوصلوا غادي نبداو نقطعوا الواد، ماشي قطعنا الواد، غادي نبداو نقطعوا الواد. طيب ربما طيب الحمضي نجدد انه ربما ليس من الذكاء او الفطنه ان نخسر الحرب في المعركه الاخيره، اقتربنا من الوصول الى هذا اللقاح، ماذا علينا ان نعمل اليوم؟ اليوم علينا ان نستمر في الاحترام للاجراءات الاحترازيه. نعم. علينا كذلك ان نعرف على انه الاسابيع المقبله بقينا نعرف وفيات مرتفعه مع الاسف، لانه الحاله الوبائيه ديال الوفيات الاسابيع المقبله حددناها في الاسابيع الفارطه والسلوك ديالنا الان. احنا باقين اذا تفضلت دكتور الحفظي فقط اشاركك في النقاش، نحن مطالبين اليوم كذلك للحفاظ على كوادرنا الطبيه والتمريضيه، على منظومتنا الصحيه التي ستنتقل إلى استراتيجية تتطلب منها جهدا مضاعفا عندما ندخل إلى مرحلة التلقيح. أرجوك أن توجه رسالة لنا جميعا للمواطنين لكي نساعد المنظومة الصحية الكوادر الطبية. اليوم معنا مثلا بروفيسور شكيب الذي نتمنى له الشفاء وهو اليوم في الحجر. أرجوك دكتور بكلمة تنبع من القلب. خصنا نعرف بالمواطنين ملي كيلتزموا بالكمامه وكيلتزموا بالتباعد وكيلتزموا بالتطهير بالماء والصابون والمطهرات الكحوليه وكيتجنبوا الازدحام وكيتجنبوا الانشطه اللي غير ضروريه، كيحميوا نفسهم، كيحميوا العائله ديالهم، كيحميوا بلادهم، وكيحميونا حنا كمنظومه صحيه. البروفيسور عبد الفتاح كنتمنى له الشفاء، انا يلاه خرجت من 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 كوفيد، عدد كبير من الاطباء والممرضين كيتصابوا كل يوم، وفيات انت كتشوف شحال الاطباء اللي كيتوفاو. هادو هما الجنود، كذلك الناس اللي في الصفوف الاماميه، رجال الامن، موظفين. هاد الصفوف الاماميه هذه اشهر وهي كتادي الثمن. حنا اليوم
امام واحد مفترق طرق. اللقاح الحمد لله غادي يكون موجود، وهاد الناس اللي غادي يلقحوا هما هادو نفوسهم اللي كانوا في الواجهه الاماميه. فاذا الالتزام ديالنا بالكمامه بالتباعد بالاجراءات الحجزيه غادي يحمينا، غادي يحمي الاسره ديالنا، غادي يحمي المنظومه الصحيه ديالنا. حنا مازال راه مازال ما قطعناش الواد، يمكن حنا كنستعدوا نقطع الواد بجهد الله، ولكن باقي قدامنا اسابيع طويله باش يمكن لينا نطمئنوا على التحكم في الوباء، وما غنقولش القضاء على الوباء بصفه نهائيه. ولذلك اليوم الا كان شي حاجه المواطن المغربي خصو يديرها، اولا هذا فرج من عند الله سبحانه وتعالى، غادي يكون هذا فرج قريب، ولكن هذا الفرج هذا كيحتاج اننا حنا نصبروا واحد شويه ونساعدوا المنظومه الصحيه ديالنا، نساعدوا الاطباء ديالنا، نساعدوا الممرضين ديالنا، باش يمكن لنا نتلقحوا في اطمئنان وفي امن وامان وبانتظام، ونوفروا واحد الحمايه اجتماعيه. هذا هو الهدف من 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 هذا هو الحمايه مناعه القطيع بالتلقيح. بلادنا ما درناش مناعه القطيع، ما درناش المناعه الجماعيه بالمرض، غادي نديروا المناعه الجماعيه بجهد الله بالتلقيح وبالتطعيم وبطرق علميه كتحفظ الحياه ديالنا وكتحفظ المدرسه وكتحفظ الاقتصاد ديالنا. بروفيسور، ما هو الوضع الحقيقي اليوم للمنظومه الصحيه؟ للاسف غادي نعطي مثال بسيط تفضل باش يعرفوا المغاربه شنو الوضع اليوم. هو مدينه الدار البيضاء، اليوم كثير من المواطنين في مدينه الدار البيضاء وصلوا الى حاله حرجه، وما كيلقاوش اماكن في الانعاش، ما كيلقاوش باش يديروا الاكسجين، لدرجه ان مدينه الدار البيضاء كتصايب مثلا في بلاصه العريض الدولي كتصايب جميع يعني 300 سرير. وهذا بالسلطات، كنشكروا السلطات ديال مدينه الدار البيضاء والسيده نبيله الرميلي المديره الجهويه، داروا واحد المجهود كبير باش يرجعوا 300 سرير كلها غتولي ديال الانعاش في المركز ديال المعرض ديال الدار البيضاء، باش كنعرفوا الضغط اللي كاين على النظام الصحي. هذا شيء مهم، راه المغاربه دابا في كثير من المدن ما كيلقاوش الاكسجين، ما كيلقاوش بلاصه فين كيديروا الاكسجين، فخاص الناس يجلسوا في الديور ديالهم ويحافظوا على راسهم، يحافظوا على استعمال الكمامات وعلى التباعد الجسدي باش ما يتعادوش. طيب أستاذ الحمدي، أختم معك، إذا نحن ننتظر لقاحا قريبا، هل يتعلق اليوم المسألة بأسابيع فقط؟ هل تسمعني دكتور حمدي؟ أعود مرة أخرى. دكتور حمدي تسمعني الآن؟ أنا أسمع، نعم أنا كنسمع. طيب أنا أتحدث كذلك عن المنظومة الصحية التي ستطالب كذلك بالوقوف جميعا على قلب ورجل يد وسيدة واحدة لإنجاح الاستراتيجية المغربية للتلقيح. احنا اولا نقول لك مكتلا انا في القطاع الخاص وكرئيس نقابة الوطنية للقطاع الخاص وكممثل ديال القطاع الطبي الخاص، هذا احنا كنوضعوا جميع الامكانيات ديالنا والعيادات ديالنا والاطباء والبيرسونيل اللي معنا كله تحت تصرف الدولة المغربية باش نشاركوا في التحضير ديال التلقيح، باش نشاركوا في الانجاح ديال التلقيح، باش نشاركوا في ضبط اللائحات ديال الناس اللي غيتلقحوا قبل ما يوصل التلقيح، ومستعدين كذلك باش نكون في الايام التلقيح مجندين باش ننجحوا هذا الرهان الكبير ديال بلادنا. وما عندي حتى شي شك بان جميع القطاعات الطبيه المختلفه الاخرى من طب جامعي وطب عمومي وطب عسكري كل شيء غادي يكون مجند باش ننجحوا هذا واحد الورش كبير، واحد المعركه كبيره، واحد النجاح كبير لبلادنا. باقي لنا خطوات ونحققوا نجاح كبير بحال اللي حققناه في الاول ديال الوباء، احنا مجندين ليه. فقط احنا كنطلبوا المواطنين الله يكثر خيرهم، الله يجازيهم بخير، كل شيء يحترم الاجراءات، كل شيء يبقى الان يتجنب جميع الانشطه اللي يمكن تجيب ليه الخطر للدار ديالو. نحن على مرمى امطار من الامان، ما نضيعوش المزيد من القتلى ومزيد من الوفيات، وحنا باقي لنا يعني شويه الامطار ونوصلوا لبر الامان بجهد الله. طيب بروفيسور عبد الفتاح شكيب، ارجوك ان تضعنا في صعوبه كذلك هذه الاستراتيجيه، ماذا تقضي منكم انتم في الصفوف الاولى؟ ربما صعوبه هذه الاستراتيجيه تكمن في
إذا لم يحترم المواطنين التعليمات التي تكلم عنها جلالة الملك، يعني أولا يجب إعطاء الأولوية عفوا للعامل الناس في الخطوط الأمامية، ومن بعد المرضى الذين هم يعني عندهم أمراض مزمنة وعندهم نقص في المناعة، عاد باش غيجي الدور ديال المواطنين الآخرين. فخاص يكون عندنا واحد الحس وطني باش نحتاروا هاد التعليمات باش يدوز هاد باش تدوز هاد العملية هذه إن شاء الله بخير، وغادي نحميو الوطن ديالنا وغادي نرجعوا إن شاء الله في سنة 2021 للحياة العادية كما كنا كنعيشوا من قبل. بروفيسور شكيب، شكرا جزيلا لك، قلبنا معك، نتمنى لك الشفاء لك ولكل مرضانا، سلمكم الله جميعا. الشكر موصول كذلك للدكتور طبيب الحمضي الذي اجتاز الفترة الصعبة من كورونا، وها هو سيبدأ فترة الاستراتيجية المغربية للتلقيح التي ننتظرها جميعا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، المزيد من الأخبار دائما على موقعنا في الإنترنت mediantv.com. إلى اللقاء.